مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج العشية. كالعادة حرفكم أنا زميلكم محمد الطيب. أهلا بك محمد، ومساء الخير على كل من قاعد يتابع في برنامج العشية في حلقة جديدة. ويكم أزول في اللون، وأنا حنكون معكم عمار المنصوري. كالعادة مواضيع مختلفة وفقرات منوعة حتكون من ضمن حلقة اليوم. حنحاول نعطوكم كل ما هو مفيد يخصكم يخصنا. اليوم حيكون معنا جولة حول آخر أخبار الصحف، من ثقافة لفن إلى أجواء مدنية، واللي حتكون عمار أبرزها هي مهرجان تراثي وثقافي في مدينة غات. وحنحكوا عن انقطاع الكهرباء المستمر اللي قاعد في مجموعة من المناطق الليبية. الأوضاع المتردية للمعهد القومي للأورام في صبراتة حتى هو حيكون أحد فقراتنا. وحنحكوا عن مواهب جديدة حتى هي خلال حلقة اليوم. نبدأ عمار بداية بالأخبار. نبدأ بأول خبر معك محمد. نمشي لأول خبر اخترناها اليوم، هو قام شباب دائرة توزيع الشمال بإدارة توزيع سهل بنغازي يوم أمس بعدة أعمال وإصلاح أعطال الواقعة في شمال بنغازي، بحيث تم العمل على تغيير وحدة حلقية بأخرى جديدة في تقاطع شارع الفروسية مع طريق جوليانا. كذلك تم العمل على إصلاح وصيانة أسلاك الضغط المنخفض في منطقة التامة والتي أصيبت بفعل الرياح القوية. أيضا من الأعمال التي تم إنجازها من قبل دائرة شمال بنغازي هي إصلاح كابل في منطقة السلماني الغربي قرب مخبز بوزقية. أعتقد بأن هذه محاولات عديدة لإصلاح الأشياء اللي ضررت من الرياح مؤخرا، باش أن ترجع الكهرباء ويرجع التيار الكهربائي في أغلب مدينة بنغازي عمار. وطبعا أغلب الإصلاحات محمد هي مجهودات ذاتية من قبل السكان نفسهم، نحيوهم مرة ثانية. وحلو نشوفه في وقت الأزمة وفي وقت أن كل شيء متوقف، أن في ناس تسعى بنفسها هي اللي تحاول أن هي تصلح الشيء الخارب، هي تنظف مدينتها. لأن زي ما شفنا إحنا لم نقعد نستنوا، كان يعني بنقعد نستنوا حكومة أو ما إلى ذلك، فمعناها بتطول الحكاية هلبة والوضع حيبدأ من السيء لأسوأ. مظبوط، ودائما نذكر الناس بأن هذا صح مش واجبهم بشكل مباشر، ولكن إحنا مروا بأزمة لربما كل الواجبات تقسم بطريقة جديدة، كل واحد يصبح عنده دور مختلف عن دوره الحقيقي اللي أدى فيه في حياته العلمية والعملية. عمر حنمشوا نشوف صورة مع بعض، وصورتنا لليوم هي مركز بولينج في طرابلس أيام الستينات، وفريق من شباب طليان وليبيين زي ما تشوفوا على الشاشة الصورة هذه. إحنا قلنا ديما الصورة هي تذكر فينا ب الحضارة اللي كانت فيها ليبيا قبل، ونحن نقوله إنها كانت من الدول السباقة في البحر المتوسط. مزبوط عمار، بولينج وبلياردي ورالي وفروسية وماراثون وغيرها اللي كانت موجودة في ليبيا أزمان وقاعدة مستمرة. ايه اكيد، وهل بقى لا في منها معاش مستمر، يعني مثلا زي البولينج والحاجات هذه مش مستمر، موجوده عندنا تو فتحوه، لكن هو مش مستمر، يعني ما استمرش نفس البولينج اللي كان موجود زمان. يعني تو من سنتين بس فتحوا بولينج في طرابلس، وفي كان في واحد في قريه جنزور وتقريبا في بنغازي ايضا، بس فيه. كان في نادي الرمال بولينج، وكان في نادي الرمال بلياردي بشكل كبير وواسع. يعني بلياردي في ليبيا هل بنحبوا هالنوع من الالعاب؟ حلو حلو جميل هلبة. بس زي ما نقول احنا ديما نذكر بالناس بالصور هذه باش يشوفوا ان زمان كيف كنا، احنا كنا متقدمين ونقدر نكونوا متقدمين واكثر من قبل، مش حتى زي قبل. وهذه ابسط الاشياء اللي يحتاجها الشاب الليبي اليوم باش انه هو يغطي فراغه. خلينا نمشوا لخبر ثاني هالمره عمار، وهو تحت اشراف اداره الخدمات الصحيه بطرابلس بالتنسيق مع خدمات تعليم طرابلس وبرعايه مكتب الرعايه الصحيه الاوليه، منح مجموعة عيادات الجرينجي تطعيمات 213 تلميذا، واستهدفت التطعيمات طلبة من الصف الأول ابتدائي والتاسع الإعدادي. وزي ما نشوفوا في الصور يعني هم محاولة بأنهم هم يوفروا هذه التطعيمات للأطفال الابتدائي والإعدادي عمار. إيه، حنستقبلوا محمد السيد الصادق بهليل اللي هو مدير إدارة مدير المركز الوطني للتطعيمات باش يحكي لنا أكثر عن الحملة هذه اللي صارت. مساء الخير أستاذ صادق بهليل. السلام عليكم ورحمة الله، صحيح خير لك ولجميع المشاهدين معكم. مرحبتين بك في برنامج العشية. لو نحكوا على الحملة هذه ممكن تحكي لنا عليها بتفاصيل أكثر؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا صادق بهليل المدير التنفيذي للتطعيمات في مدينة طرابلس. طبعا موضوع التطعيمات هو موضوع يهم كل أسرة وكل بيت. طبعا احنا موضوع التطعيمات يبدأ من الولادة حتى عمر
15 سنة تحت تطعيمات ما تطعيمات الإنذارية. هذه الأيام إحنا عندنا أيام تحفيز مدرسية تشمل الفئة العمرية 6 سنوات و15 سنة. هذه الفئة تحت المدرسة الآن هي تدرس في سنة أولى ابتدائي، وخمسة سنة الآن هم يدرسوا في سنة ثالثة. هل تطعيمات يعني تطعيمات هذو احنا عرفنا ان اعطيتوهم لعيادة القرقني واللي هي ل 213 تلميذ فقط، فباقي التلاميذ ما نعرفش هل حتشمل الفترة الجاية، يعني حتعطوا جرعات اخرى لمراكز ثانية؟ احنا طبعا عندنا 45 مرفق صحي، المرفق القرقني او المرفق الاخرى هي 45 مرفق، كل المرافق الصحية تم توزيع التطعيم عليها. المستهدف في التطعيمات من 25 إلى 30 ألف طالب في سنة أولى ابتدائي، من 25 إلى 30 ألف في مرحلة ثالثة إعدادي، المستهدف حوالي من 22 إلى 25 ألف طالب وطالبة. طبعا احنا مستمرين في برنامج التطعيم خاطئ من 3 أيام. العدد اللي وصلنا له اكثر من 14,000 طالب تم تطعيمهم الى حد اليوم. احنا مستمرين لمده اسبوعين ان شاء الله. ممتاز. استاذ صادق، ممكن هل تقول لنا شن انواع التطعيمات اللي قمتم بتوزيعها وتقديمها؟ هي من ضمن التطعيمات الاجباريه اللي هي العمر 6 سنوات، هو المسافر بدنا ياخذ طعم اسمه طعم الثنائي يشمل الدفتيريا والتيتانوس وطعم الالتهاب السحائي الرباعي وطعم سل الاطفال بالنسبه للست سنوات، الفئه العمريه 6 سنوات اللي هم في سنه اولى ابتدائي. بالنسبه للعمر 15 سنه المستهدف للبنين اللي هو طعم ثنائي و والدشيريا وطعم الورم الحليمي اللي هم البنات. طبعا البنات هذه بياخذوا الورم الحليمي او سرطان عنق الرحم، هو 3 جرعات، الجرعة الأولى اللي ياخذها الآن، وبعد شهرين إن شاء الله حياخذ التطعيمة الثانية، وبعد 6 شهور حياخذ التطعيمة الثالثة. طبعا هنا في تنسيق كبير في موضوع الجرعات هذه وإعادة الطالب ودخوله من المدرسة إلى المرفق الصحي لتلقي التطعيم، هو بالتعاون بيننا وبين التعليم. طبعا الإخوة وأسرة التعليم كويسين جدا على تنسيقهم والتكليف الصحي في المدارس وإدارات المدارس والاجتماعيين المدارس، ثم يساعدونا أن الطالب يأخذ الملف بتاعه ويوصل به للمرفق الصحي، وبعد أن يستكمل التطعيمات يعيد الملف إلى المدرسة مرة ثانية إن شاء الله. طيب دكتور، لو نقدر نسألوك على البرنامج الوطني، شنو هي تطعيمات ممكن اللي ناقصة في الوقت الحالي؟ هل في نقص في بعض التطعيمات في بعض الجرعات ولا كل شيء متوفر؟ المتوفر الان اكثر من حوالي 95% الى 97% من التطعيمات كلها متوفره، اللي هي عندنا عندنا نوع التطعيم اللي هو الروتا فايروس، قطره الروتا فايروس هذه اللي سهل الشتوي، هذه باذن الله ستكون في ليبيا خلال اسبوع او خلال بكثير او 10 ايام ستكون موجوده وتكون كل التطعيمات موجوده ان شاء الله. استاذ صادق بهليل مدير البرنامج الوطني للتطعيمات، نشكرك على وجودك معنا اليوم والتوضيح اكثر بخصوص هذه التطعيمات. شكرا. شكرا شكرا لكم ولجميع معكم ولجميع القائمين على برنامج التطعيم. تحياتنا للموافقين ان شاء الله. شكراً. يعني اعتقد بان 95% الى 97% متوفر، هذا كويس، حاجه تطمن. مزبوط. لو تتذكر عمار، يعني في فتره فاتت كان في نقص تطعيمات لحديثي الولاده خاصه في مدينه طرابلس، فيضطروا البعض ان هم يطلعوا من مدينه الى مدينه اخرى متواجده فيها التطعيمات هذه. صح محمد، احنا حبينا نركزوا على السؤال هذا بالتحديد باش يوضح لنا اذا كان قاعد في نقص ولا ما فيش، بس يعني كلامه مطمن الى حد كبير. نمشي لخبر جديد محمد. يقول قام الشاب انس نجم الدين امزوراز بغدامس باختراع سرير لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هو عباره عن سرير يستعمل اصحاب الشلل الرباعي، حيث من خلاله يمكن للمريض اعتماد على نفسه في بعض الامور، ومنها يمكن أن يستعمل جرس باش يطلب المساعده، ويمكن حتى يشرب الميه بنفسه دون مساعده اي حد. التحكم في السرير بنفسه من ناحيه رفع وخفض المتكئ او الظهر احنا نقوله. واكد انس امسوراز انه يمكن برمجه الاختراع ليقوم بعده ميزات اخرى،
وعلما أن الشاب أنس بدأ في نشاط في مجال الاختراع من حوالي 5 سنوات تقريبا، حيث شارك بعدة مسابقات داخل وخارج غدامس. وطبعا والده حتى هو يقوم بتشجيعه بشكل كبير من ناحية يوفر له في كل الإمكانيات باش أنه هو يخترع ويشجع فيه معنويا، وهذا الشيء الأهم محمد. يعني شباب ليبيين صغار في السن يفكروا في أفكار ليدوية احتاجت الخاصة، رسالة كبيرة في المضمون وفي المعنى للأشخاص القائمين خصوصا من وزارة الشؤون الاجتماعية اللي مسؤولة على ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تنزل لهم ميزانية، وفي نفس الوقت مش موفرين شيء أو مش موفرين شيء، بس يعتبروا قدام اللي موجود قدامنا في العالم نشوفه فيه من أدوات من احتياجات لذوي الإعاقة، يعني ما يقدمونهم في شيء يتسموه. مظبوط، اختراع بسيط في شكله ولكن في مضمونه كبير هلبة لهلبة ذوي احتياجات خاصة، يحسسهم إن في ناس بجد تبي راحتهم دائما وتبي يكون ليهم أشياء متماشية مع شكل حياتهم اليومي. نمشوا لخبر جديد، وهو علي متدرب ليبي في الأردن ينزل طيارة بدون عجلات بسبب خلل فني. هذا الفيديو حيوضح هذه الطيارة وهذا الشاب الليبي، خلينا نتابعه. لا دنجي رب ولا اي يا رب انزل. الله اكبر زي ما شفنا عمار في الفيديو بهلبة ناس قبل هيك صدفناهم لهم علاقة بالطيران، يقولوا لنا بأن ديما الليبيين يقولوا بأن الليبيين هم أكثر الأشخاص موهوبين في شركات الطيران المحلية والعالمية. هذه مش أول مرة طبعا تنزل طيارة وزي ما نقولوا في خلل في العجل أو العجل ما طلعوش، ينزل فيها على الصابون هي تقريبا. في مرة في ماليزيا طيار ليبي، طيارة كبيرة وفيها ركاب وكل شيء، ونزلها بنفس الطريقة، وتوا شفنا متدرب ليبي حتى في الأردن نزل الطيارة بنفس الطريقة. وقبل شفنا فيديوهات في البحر وشفنا فيديوهات استعراض بشكل قريب جدا من عن الأرض سلاح الجو الليبي، فدائما أعتقد بأن الليبيين متعلقين هلبة بالطيران وغالبيتهم يحبوا هالمجال هذا، ممكن إن حابين يبدعوا فيه أكثر. بالفعل، بما أن هذه كانت أول فقرة اليوم فنحن نذكركم بإيميل البرنامج اللي هو عشية218tv.net اللي تقدروا تتواصلوا به معنا في خصوص كل اللي حابين تعرضوه في البرنامج. شنو حيكون عندنا محمد بعد الفاصل؟ مهرجان ثقافي وتراثي حنعرفوه بعد الفاصل. اعرف واجبك وأديه وحقك وطالب بيه. ودور المرأة أكيد في المجتمع ما يقدرش حد ينكر. أكيد. يعني. ينضم إلينا عبر الهاتف. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا اللقاء، سيذهبون إلى مصر ويتلقون تدريبات وخبر آخر. أصبحون على خير.
مدينة غات إحدى أجمل المناطق الليبية التي تحمل معالم الحضارة والثقافة القديمة. منطقة البركت أجروا مهرجان تراثي وثقافي، خلينا نعرفه من خلال هذا التقرير. رقصة احترافية اللي لما أول مرة تشوفها تلقاها تشبه اللوحات الاستعراضية في الأفلام السينمائية. تمسكاً بتراث وعادات الأجداد، قاموا سكان منطقة البركة في مدينة غات، بالتحديد في المدينة القديمة، بإنشاء مهرجان ثقافي تراثي. تخلل العرس القديم، معرض المشغولات اليدوية، ومعرض للأعشاب الطبية. في هالمنطقة اللي ما تبعدش هلبة على سلسلة جبال تصيلي واللي فيها أقدم نقوش عرفتها البشرية، يحاولوا التمسك باللي قعد من هذا الأرض. تكاتفت فيه جهود الشباب والبنات كبار وصغار باش يوصلوا رسالة معبية ألوان بأن رغم التهميش وقلة الدعم إلا أن الجنوب يحب الحياة ويتحدى كل الظروف. زي ما شفنا في تقرير مميز جدا ومختلف هالمهرجان. بخصوص الموضوع هذا تنضم لينا الأستاذة ماجدة دقة، وهي عضوة في اللجنة المنظمة لهذا المهرجان. مساء الخير أستاذة ماجدة. مساء النور، مرحبتين بكم. أهلا، مرحبتين بك. في البداية حابين نحييكم على هذا المهرجان الجميل اللي شفنا منه شوية في التقرير. ثانيا نبغى نسألوك شنو الرسالة اللي حابين توجهوها من خلال هذا المهرجان؟ يعني بالأمس شفنا في خلال برنامج العشية تقرير على مدينة سبها، كان فيها معرض للفنون التشكيلية. اليوم من منطقة قريبة يعني مش بعيدة في الجنوب الليبي نشوفه في مهرجان اللي هو في مدينة غات. شنو الرسالة اللي حابين توصلوها من الجنوب؟ في البداية أنا نحب نحييكم على اللفتة وكونكم مهتمين بهالبرامج هذه والنشاطات اللي يقوموا بها الشباب. شكرا. وثانيا نحب نقول للناس اللي شاهدت العرض البسيط هذا اللي هو قدمته من خلال تقرير حول المهرجان المصغر اللي قامت به مجموعة من الشباب بمنطقة صغيرة في غات اسمها البركة. هذا المهرجان كنا حابين نوصلوا رسالة للعالم ان احنا في غات ما زلنا متمسكين بتراثنا، والجيل الجديد ما زال متمسك يحب يبحث عن القديم لان الخير ديما في القديم. هذه حاجة. الحاجة الثانية، المهرجان هذا حبينا نوصلوا رسالة اخرى للجيل الجديد الصاعد موجود هنا داخل المنطقة. نرى احنا عندنا تراث قيم ونحن عندنا حضارة قديمة لازم نعرفوها، والأولى بينا حسنا نعرف حضارتنا، يعني بدنا نعرف حضارات الغرب والحضارات اللي حاليا يعني طاغية على مستوى العالم الناس كلها تعرفها. في شيء عندنا نحن زي ما يقولوا بالدار المدفون ما حدش يعرف به، حتى أولادنا ما يعرفوا شيء. حبينا وصلوا رسالة إن إحنا عندنا حاجة باهية تعرفوا عليها، استنبطوا منها القيم، تمدوا منها المبادئ. حلو. وهذه الرسالة اللي حابين نوصلوها. حلو. استاذة ماجدة، يعني زي ورقصات ولوحات مختلفة من كل مدينة، وكل مدينة تختلف عن المدينة الأخرى، شو نميز هذا المهرجان من لوحات وزي وثقافات مختلفة؟ المهرجان هذا كان يحتوي عدة فرق تعتبر يعني نماذج من الفرق الموجودة في منطقة غات. من كل فن خذينا فرقة. اللوحات اللي قدمت كانت تعبر عن مواسم وأعياد ومناسبات اجتماعية ومناسبات دينية. يعني في زي الفرقة بتاع الصنباني هذه اللي فيها الشيادين، هذه تعبر عن قصات يقوموا بها، يعني الجيل اللي يقوموا فيه احنا الناس اللي ارتاحت خلاص من الحياة. يعني صار في ما عندهاش القدرة في النشاطات إلى آخره إلى آخره، بس عندها استعداد إنها تعطي من خبرتها، تعطي من اللي عندها. هذه الفرقة بتاع الصنباني عادة في غاب يقدموا فيها يعني شيادين كبار، أو يعني الناس اللي عندها خبرة قديمة في الحياة.
حتى الكلمات نتاع الاغاني نتاعها تحمل حكم، تحمل مواعظ، تحمل امثال شعبيه لمواقف معينه ممكن نستفيد منها المجتمع. فيها رساله يعني. قصائد اخرى كل ما تشاهد من لوحات في البهرجان هذا يحمل رساله. مش من احنا من التراث، شيء موجود في التراث اساسا. منطقتنا احنا كمنطقه غاب، كمنطقه تجمع بين الصحراء والحضاره المدنيه سواء في القديم او في الوقت الحالي. كل ما فيها يعبر عن شيء. حنحكي معك على المواضيع هذه اكثر، بس اذا مجد انا حاب نسالك، بما انك حكيتي على اللوحات قبل شويه، هل تقدري تسمي لنا مثلا اشهر الرقصات مثلا او اللوحات الاستعراضيه اللي تقوموا بها او اللي قمتوا بها في المهرجان؟ هل عندها تسميات معينه نقدر مثلا تقدري تذكريه لنا؟ هو اكيد عندها تسميات، لكن كل حقبه بتسميتها، يعني كل زمن بتسميتها. يعني مثلا نعطيك مثل بسيط، رقصه يقولوا لها هاني نو. الرقصه هذه من زمان اسمها هاني نو، بس في الوقت الحالي من حوالي 20 او 30 سنه سموها رقصه التحدي. تغيرت، لكن يعني موجوده من القديم، موجوده من القديم، من قبل موجوده، كان اسمها هاني نو، تسمى باسم الاغنيه نتاعها. هذه رقصه فيها تحدي، وفيها اللي ريتوا فيها الشباب هذه اللي يضربوا بالرماح وكذا ويضربوا بالسيوف. هذه رقصه هاني نو. هذه في السابق كان اسمها هاني نو، حتى حاليا الشيابين والعباد يعرفوها بس هاني نو. لكن الجيل الجديد، من الجيل الجديد والجيل اللي قبلنا من 30 سنه هيك سميت رقصه التحدي. حاليا تسمى معتمده، يعني حتى في الموسوعه بتاع التراث مسمينها رقصه التحدي او اغنيه التحدي. حلو. باي استاذه ماجده، يعني اي مهرجان يقام في ليبيا مؤخرا لاقوا الناس على السوشيال ميديا او في اي مكان رايين، راي يؤيد ويقول هذا لهم دور كبير هالمهرجانات هذه، وراي ثاني يقول مش وقتها بسبب الظروف اللي تمر بها البلاد. انت كقائمه على هذا المهرجان، كيف ممكن يساهم هذا المهرجان في احياء الثقافه، في تحدي الحرب، في تحدي المشاكل اللي تصير في ليبيا؟ المهرجان هو مش من باب تحدي المشاكل في حد ذاته، لو صح التعبير. احنا ما نبوش نقولوا تحدي المشاكل، لا، احنا نقولوا محاولة حل المشاكل، محاولة تقريب وجهات نظر، محاولة لمس فن من خلال الفن، من خلال الكلمة الصادقة، من خلال الرقصة المعبرة، من خلال اللوحة الفنية الهادفة. احنا نبغى نقول رانا احنا قاعدين، احنا ليبيين زي بعضنا، شعب واحد، نسيج واحد. اليوم كان استاذ اخوك، غدوه ما تبطلش فرح اخوك الاخر. ما تبطلش فرح خونا الاخر على خاطر خونا هو مريض. بس يعني في ناس تقول لا مش وقته. اللي قال مش وقته في شيء لازم يفهموه. لو ان الحلق سلاح وقعدنا نحاربه، واجهنا الدم بالدم، واجهنا النار بالنار، من فينا يقول كلمه صادقه يسمعها العقل؟ ما فيش. ايه المهرجانات هذا وقتها، هذا وقت الكلمة واللي عنده عقل يفهم. حلو، جميل. هل هذا وقت الكلمة. هل كان في حضور من مناطق ثانية، مناطق ليبية ثانية أو حتى من خارج ليبيا؟ هل كان في حضور، يعني جوكم ناس من برا؟ بالنسبة للحضور من برا كان ضيوف فقط، يعني كانوا ضيوف على المهرجان، وكانوا ناس تطلع على المهرجان وتتفرج على المهرجان. غاب الشيحي كان قبلنا بيومين، قبل المهرجان احنا بيومين كانت في له، وبعدين جو تفرج على احنا اللي مثلت الحضاره القديمه في غاب المدني. مش قصدي الحياه الحديثه، هي من سابق العصور، من قبل احمد الجرمانلي ليومنا هذا. ايه استاذه ماجده قاعده معنا. ضيوف معكم استاذه. معكم كويس. طيب سادة ماجدة، يعني أي مهرجان يتم تنظيمه أكيد اللجنة المنظمة تواجه مجموعة من ما بوش نقوله مشاكل، لكن تواجه فيه عراقيل إن هي تنظم المهرجان زي ما هي تشوف فيه بالرؤية الحلوة والجميلة اللي شفناها توا. شن هي أبرز هذه العوائق اللي مريتوا بها؟ يعني احنا نقدر نسموها صعوبات، وفي ذات نسموها فيها صعوبات، ما عادش نقولوا عراقيل، نسموا فيها صعوبات. يعني ابرز الصعوبات اللي واجهتنا هي يعني مشكله المواصلات من مكان الحدث لمكان الفرق، ونقل متعتها وحاجياتها والحاجات اللي قدمت. ما في صعوبات ثانيه غير هذه الشيء اللي واجهتنا. غير هذه ما كانش في اي مشاكل، عاد لنا اهل المنطقه بالفعل كانوا متعاونين، حتى
حتى السيد علي عكوزة اللي ناب من الأفجار ناب بس اللي هي يفتح لنا الأبواب نتاع البيوت القديمة في المدينة القديمة في بركة بس نحط مقتنياتنا. في من الشباب الصغيرين يعني في الأعمار ممكن تستغرب لما نقول لك عيل عمره 12 سنة عيل عمره 11 سنة لما يروح مدرسة الصبح يجي يقول شن نقدر ندير شن نقدر شن نقدر نعاونكم. فما كان شيء قدامنا أي صعوبات غير إن وجدنا صعوبة يعني في المواصلات فقط لا غير. طيب لو نجي نسألك إن لو لاحظوا إن في الجنوب في مثلا مهرجان غدامس الدولي، في مهرجان غات، واليوم أشبحنا مهرجان البركت، فهل ليش ما يكونش في مثلا مهرجان يضم الجنوب كله بحكم إن في مثلا يعني علاقة بالناحية العادات التقاليد المعتقدات، علاش ما نشوفوش مهرجان يوحد الجنوب كله؟ يعني اسمح لي استاذ نصحح لك في نقطتين. اولا بالنسبه لمهرجان غدامس مش في الجنوب، مهرجان غدامس تقريبا يعني ضمن منطقه مالوت الجبال الغربي تقريبا. لا غدامس في الجنوب، مهرجانات الجنوب، مهرجانات الجنوب في مهرجان غات السياحي هذا معروف من اكثر من 20 سنه. ايه وهذا يضم مناطق المناطق المناطق اللي حوالين منطقه غات تحديدا بما فيها البركي. بما فيها البرك اللي يعني اللي درناه احنا ماهوش مهرجان يخص البرك يعني بشكل خاص يعني لا بس احنا قلنا الفعاليات المدينه القديمه بالبرك. احيانا فعاليات منا في مهرجان سنوي كان يقام في البرك بعدين انضم لفعاليات مهرجان غاب سياحي. والسنه هذه ما اقيمش يعني بالنسبه لمهرجان غاب سياحي. السنه هذه استثنى منطقه غاب بالكامل وقدم كلها في منطقه تهاله. فاحنا شباب البرك قلنا خلي نحن نقدم البرنامج اللي كنا نقدمه فيه سنويا. شكرا. وبس يعني باش يكون اول يعني باش يكون استاذة ماجدة في البداية يعني احنا سعيدين جدا بشغلكم اللي انتم اديتوه في مهرجان غات او في مهرجان منطقة البركت. تحياتنا ليك وشكرا لوجودك معنا في البرنامج استاذة ماجدة دقة عضو اللجنة المنظمة لهذا المهرجان. وسعيدين اكثر طبعا بكلامها بخصوص ان هذا وقت المهرجانات، هذا وقت اللي ما نقابلوش الدم بالدم، وانه يكون في ناس تفرح يعني الحياة مستمرة، اعراس ناس تتزوج في كل لحظة محمد، في ناس يعني مثل ما في ناس تموت في ناس تعيش، لازم نتعلم ونعيشه صح. مظبوط عمار، احنا بنوضحوا حتى حاجه ثانيه بان المهرجانات هذه لربما هي اكثر مكان لتوثيق الثقافات واحيائها من جديد. صحيح. سواء الزي سواء الرقصات سواء الاراء الافكار التجمعات، كل ما يحدث في هذه المهرجانات هو بمثابه توثيق وعرض للتاريخ بشكل جديد. ولو نلاحظوا محمد ان العدو الواحد اللي هو في ليبيا تو اللي هو مثلا داعش، عدوة الفن، عدوة الثقافة، عدوة التعليم، عدوة المهرجانات، عدوة الموسيقى، واللي احنا هذا حنعتمدوا عليه حيكون جانب من الجوانب اللي حنحاربوا به العدو هذا، من غير طبعا الحرب العسكرية اللي هي توا موجودة. أزمة الكهرباء مستمرة وما زالوا الليبيين في ظلام، حنعرفوهم بعد الفاصل. أزمة الكهرباء قاعدة مستمرة لليوم، تنقطعوا الكهرباء شكلها انقطعت حتى علينا في الاستوديو يبدو لي انه اوكي. مخرجنا يقول بان حنستمروا بالحلقة بالشكل هذا من غير اضواء، لكن اهم حاجة مخرجنا الميكروفون يشتغل تمام، الكاميرات تمام يشتغل. الكاميرات تمام الحمد لله انه موجود زي ما نعرفوا دائما. طبعا نسيب نرحبوا فيك في الظلام. اهلين اهلين، يعني حال الظلام حالنا كلنا هدايا واعتقد ان احنا جاهزين كليبيين متعودين عليه. طبعا احنا نعرفوا ان في الفتره الاخيره مؤخرا الكهرباء ينقطع لساعات طويله، الازمه طولت هلبه، حكومات كل مره يطلعوا بحلول مؤقته وترجع مره ثانيه، يا في الصيف في درجات الحراره مرتفعه، في رمضان حتى هو يرجع في الشتاء، يعني تلاحظوا في الازمات اللي المواطن ما يقدرش يقعد من غير كهرباء تنقطع الكهرباء لساعات طويله. هذا عادة عن نفسيه الطلبه وعن نفسيه البني ادم اصلا المواطن الليبي، يعني تخيل قديش يقعد ساعه 6 7 ساعات 24 ساعة وانت من غير ضي شو بتدير؟ والغريب بان المواطن قاعد يسال في نفس السؤال، ليش الكهرباء ينقطع؟ صح. يعني نشوفوا مثلا شركه الكهرباء في فتره طلعت ظهور اعلامي بشكل مستمر قبل تقريبا من سنه. صح. كل مره بمبرر، مره في اسلاك، مره تصليحات، مره اشتباكات، مره حقل الفلان. فالمواطن اصبح مشتت وما عادش عارف منين ياخذ المعلومه الحقيقيه. هو في صدفه تصير ان الناس كلها ايضا في اراء اخرى تقول علاش كل ما الضي يهرب علاش يتزامن ولا يتوافق مع شيء كويس او ايجابي بيصير في البلاد. فالناس بدت يعني او حدث سياسي او صحيح
هيك، فبدو يفكروا في الموضوع هو شنو اللي صاير، قصدي علاش هيك، وما فيش حد فعلا مسؤول يرد عليهم، ما فيش. وانتشرت بس تجارة المولدات وتجارة وش معي زاد حقها واشياء مثل هذا، قصدي وصلت الموضوع لحالة تسجلت حالة وفيات نتيجة للقطاع الكهرباء. تصور في ليبيا البلد النفطي اللي مليء بالثروات، يعني تسجل حالات وفيات نتيجة لانقطاع الضي. ممكن المواطن البسيط دور حل أبسط من بساطة حياته واللي هو المولد. يعني حتى المولدات احنا نقوله اللي صناعتها حتى مش بروفيشنال ولا عالية الجودة، تلقيه حقه ب 400 دينار أو 500 دينار، المهم بيقول لك ولع لي لامبة. وفي اللي يقول إن مثلا الشركات الكبيرة بتاع الاستيراد والتصدير اللي يجيب في المولدات، مثلا واحدة أحد الشركات الضخمة تتعاقد مع شركة الكهرباء، طبعا هذه أقاويل على الإنترنت احنا نقوله فيها، تتعاقد مع شركة الكهرباء باش إن هي تقدر تقول تبيع أكبر عدد ممكن من يعني عدة تساؤلات صراحة من الشعب. في ناس تاجر وتستغل في الفرصة في الحالات اللي زي هي. في توضيح قبل التقرير، توضيح سريع بس من جديد، بأن الكل يتابعوا فينا اليوم قرر مخرجنا بأن نحن نقعد من غير أضواء، ما نقدر نقوله مش تضامنا ولكن هو بمثابة بأن احنا نعيش الشعور من جديد اللي ممكن من فترة ما عشناش احنا كموظفين خارج ليبيا، ما عشناش، فهو مجرد بس بس اكيد مرت علينا اقل حاجة 4 سنوات احنا نفس عانينا من قبل هيك. مظبوط. فيلا الشباب نمشي نشوفوا التقرير، نشوف التقرير اللي يوضح الحالة ونولوا تاني. يلا زي ما شفنا هو عبارة عن فتحنا الملف من جديد اللي ما زال ما أغلقش الملف قطاع الكهرباء في ليبيا. بعد شوي حنشوفوا تقرير بخصوص الموضوع هذا نسري. تمام. نرجعوا نحكوا على آراء الناس. آراء الناس، أنا تكلمت مع الناس على الفيسبوك وحطيت بوست وقلت لهم شنو أراكم وكيف تحاولوا كليبيين وليبيات أنكم تتقضوا الوقت، هي الساعات الطويلة اللي فيها فعلا الوقت ضايع، عرفوا يعني 5 سنين وإحنا نعانوا من الموضوع هذا، فكيف الناس بدت تبتكر في طرق، أسلوب حياة جديد. أيوة أسلوب حياة جديد يتوافق مع اللي صاير توا. فأول تعليق كان أهو في الضي وما نشبحوش، زي ما هو واضح يعني حالتنا صراحة زي صراحة يعني بديات. شوف الناس اللي تقرأ في أول تعليق كان من نهاد مطوع، من الأساليب لمحاربة الكآبة اللي تسببها هروب الضي هو قراءة الكتب. يعني حاولت إن هي يعني تقرأ تحدى من جانب إيجابي. إحنا ديما نقوله بأن أي ظروف صعبة تمر بها الحالة، لأن في ناس موجودين في العالم هذا في الكوكب هذا ما زال ما عندهمش كهرباء. صحيح. فبس استغلوا الظروف الصعبة وطلعوا منهم ناس وصلت حاليا إلى مراكز عالية، لأنهم استغلوا الظروف الصعبة بأنهم ينموا قدراتهم وينموا أفكارهم. مش معناها أنه مش من حقه ياخذ ضي، لا أكيد. من حقه لا. لكن هو ما تتدمرش، إحنا نقوله ودور أي سبل بأنه هو يحيي الثقافة من جديد في نفسه. خلونا نشوف التعليق الثاني بعدها نحن نقول لكم قصة مع الضي اللي هو تقريبا جانا من تيسم سام على الفيسبوك اللي تقول الابتعاد عن الناس السلبيين والمحبطين للعزائم، ممارسة الهوايات، تعرف على ناس جدد، تبادل الآراء ونقاش، عدم الانغلاق والتقوقع عدد. اوكي معاك، يعني كل شيء ايجابي في كلامها، لكن كيف تتعرف على الناس والضي هارب؟ هو نقدر نقول انه هو توثيق العلاقات او يعني هني جابت لي الفكره اللي كنت نبي نقولها لكم. انا لما يهرب الضي مثلا في حوشنا كنت تلقانا كلنا متلقطين في دار واحده حتى لو ما فيهاش ضي الدار، بس مهم لان تلقيهم هادرزوا اكثر. مش كل واحد على الانترنت، مش كل واحد مثلا يقرا واللي كذا، لا تلقينا مقعدين في نفس الدار نهدرزوا. وعلى فكره نحاول ناخذ الموضوع بايجابيه ديما، يعني بابتسامه بتسهويك ضحك للي يفوت الوقت. بالضبط. صحيح مزبوط. لان احنا ديما نقولوا احنا يعني اترك السياسه لاهل السياسه، يعني منجوش احنا كلنا حاليا نفسروا ونحللوا ونقولوا الضيهره كذا، لا. ممكن في لما نجيبه مثلا ضيف له علاقة، لما يوافق من هو يطلع معنا في البرنامج من الشركة وعنده إجابات مقنعة وإجابات منطقية أكيد حنعرضوهم. في نفس الوقت دور المواطن في أنه هو يخلص الفواتير الكهربائية المتراكمة على بيت حتى هو من واجبه، باش ما يكونش في حجة عند الدولة. صحيح. طيب
في عندك تعليق ثالث؟ أنا مش عندنا هو أنا نظر بلهون فزيد مع الضيهار ربك يستر. نمشوا لهشام. أعتقد هو بعثت على صفحتك أنت نسرين. قال استغلال الوقت في نشاط إيجابي يتماشى مع طبيعة الموقف بالاسترخاء والتأمل هو الحل في رأيي. يعني يوغا. يعني نتوافق معك فعلا في ناس يعني لقيت يعني مجالات كبيرة إن الفكرة إن نوروها إن الناس قداش يعني ابتكرت أشياء أو طرق جديدة إن لو في حد يحاول إنه ياخذ الضي كوسيلة للضغط على المجتمع المجتمع الليبي أكثر ابتكارا وأكثر يعني رغبة في الحياة إنه هو عرفت يدمر بالطريقة هي فالناس بدت تقرأ في الكتب بدت يعني تصور إن بني آدم مواطن مش قادر الضي يوصل له بده يمارس اليوغا يعني انتم ما قدرتوش تقضوا على روح المواطن الليبي وهذه هي الفكره بالفعل هذا الشيء الايجابي احنا نشجعوه ديما هشام ان ننتبهوا للجانب الايجابي او نظهروا الجانب الايجابي فينا وما نحطوش بعضنا ونقامزوا مع ناس ايجابيه في الوقت هذاك. نسرين في تقرير حنشوفوه. ايوه بالضبط يلا نشوف التقرير. خلينا نشوف التقرير وبعدها نرجع. يلا. طرابلس ومعظم المدن الليبيه شتاء وطن يغرق في المطر والظلام بلد نفطي يتجول مواطنه ليلا في شوارع يملأها المطر إلى ما بعد حافة الرصيف يحاول المواطن في غياب حلول تقدمها الدولة أن يقدم حلولا مؤقتة طلبة وأطفال ومرضى وكبار في السن تحت جنح الظلام والمطر وبرد الشتاء زي ما شفنا خلال التقرير يعني تقرير ممكن يوضح معاناة بشكل بسيط صحيح. لأن لو نخش في كل حوش وفي كل مكان موجود في ليبيا حتلقى أن المعاناة مضاعفة تمشي للتاجر تلقاه متضرر تمشي للطفل تلقاه متضرر تمشي للمريض تلقاه متضرر تمشي للمستشفى أضرارها أكبر صحيح. فيعني موضوع ما هواش ببساطتنا احنا اللي نشوفه توا مطفي علينا الضي هذه هي القصة ما هي صحيح. مش ضي بس هي المشكلة حتى فكرة الضي ولت أعمق إن بجديات في ناس حاسين إن 8 ساعات هذا لما كان 8 ساعات حلم 8 ساعات قبل إيه؟ لما كان 8 ساعات إن في وقت ضايع خصوص الشباب عارفه 8 ساعات أو البنات بالأحرى يعني في ليبيا على الأقل الولد ياخذ بعضه ويطلع يمشي للشارع يقعمز مع أصحابه ليلي يفتح الضي يعني لكن في البنات يبدو مقعمزين 8 ساعات ضايعة من عمرها يوميا هذا جدول إيه؟ تبدأ مش عارفة شان تدير فيه أنا شخصيا قصتي مع الضي كان وصلت بيا مرحلة لما الضي يهرب كنت ننزل للسيارة لوطة نفتح الضي متاعها وكان والمكيف ونقعمز هذا في الجو السخون لما كان الجو السخون لما كانت البنزين أيه. عرفت متوفرة فنقعمز هيك ليلي يفتح الضوء في السيارة هيك هتصور الناس الثانية مازال يعني الدولة دائما لها دور ولكن المجتمع المدني حتى هو له دور في هلبة حاجات منها التوعية لهذا ينضم لنا الأستاذ حسين جوان وهو منسق لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا نقول لك مساء الخير أستاذ حسين مساء الخير تحية لك ولمشاهديك مرحبتين بك في برنامج العشية في البداية لو نقول أزمة الكهرباء في ليبيا وانقطاع التيار الكهربائي ما هياش جديدة هي لها تاريخ أصبح توا تقريبا 3 سنوات لو مش أكثر بشكل متقطع دور المجتمع المدني في هذه القضية وهذا الموضوع شن هو؟ المجتمع المدني أنت عارف هو واحد من المتضررين زي أي مواطن باعتبار المجتمع المدني هو المواطن نفسه يعني نبي نقول لك إيه نسمع فيك صبا صوت لا صبا صوت أنا متردد معي ما نقدرش إن إيه حاول ما تركزش في صدى الصوت إيه أستاذ حسين حاول قدر الإمكان إنك أنت ما بتسمعنا من سماعة التليفون وتحكي فقط يعني بخصوص الإجابة ولا نسمع فيك من سماعة التليفون بس في صدى الصوت ما تركزش فيه هو في الهواء مش طالع صدى الصوت على العموم نبي نقول لك أزمة الكهرباء هذه أسبابها عديدة إيه؟ والأزمة هذه يمر بها أفراد المجتمع الذي باعتبارهم هم المواطنين أنفسهم أيضا نبي نقول لك أسباب الأزمة ازدياد الطلب على الكهرباء قلة الصيانة التجربات السياسية لها دور كبير حتى هي إيه؟ قلة الترشيد من قبل الإعلام سواء كان مرئي أو مسموع أو مفروض
عدم دعم شركة بميزانية خاصة وقوية تكون تغطي العجز متاعها، عدم صرح صرف منح إضافية للعاملين بالشركة، مع العلم بأنها هي الشركة الوحيدة اللي قاعدة تخدم 24/24، عدم تخصيص ميزانيات للطوارئ، عدم تحديث محطات جديدة نظرا لهالمحطات هذه الجديدة تواكب التوسع سواء كان الجغرافي أو الديموغرافي. الحقيقة يعني الأسباب عديدة والمتضررين أكثر. طيب أنا حكيت لك على الأسباب. نعم. طيب نتيجة لقربكم أنتم كمجتمع مدني من اللاجئين حاليا، غير المطر وغير البرد اللي عايشين فيه، طبعا أكيد يشاركوا معنا في هروب الضي، كيف يعني احكي لنا وصف لنا شوية على ظروفهم توا حاليا. والله الظروف ظروف صعبة. أنا في منطقة هارب على الضي من 12 ساعة من 12 ساعة عدم وصول الكهرباء، كذلك الناس المتضررين من غيري أنا اللي هم المرضى غسيل الكلى، نزلاء المستشفيات، الأطفال الحضانات، المسنين بصفة عامة، الناس ذوي الدخل المحدود اللي ما عندهاش استطاعة أنه هو يشتري مولد، كذلك أيضا تجار العيادات، النساء والبنات اللي ما يستطيعوش أنهم هم يطلعوا داخل خارج المنزل، ايضا الناس اللي هي بعيده عن مناطق الحضاريه، كذلك تضرر عشان الاقتصاد مما ينتج عنه تاخر في عمليه الانتاج. والله الحقيقه يعني ناس مضره كثيره. ايضا بدي نقول لك ان هالانقطاع الكهرباء هذا بياثر حتى العامل النفسي له دور كبير. هو سيد حسين، هو الجانب العامل النفسي خاصه انك انت قلت ان الكهرباء تنقطع لساعات طويله فالناس يئست يعني، وانتم بما انكم في بتشتغلوا في منظمات المجتمع المدني او قريبين من الناس اكثر، فشن كيف ممكن الناس او شن تنصحها تدير او تتصرف باش نعاملها النفسي ما يتاثرش او نفسيتها ما تتضايقش في الساعات الطويله هذه؟ هو الشركه العامه هي تكثف مطالبتها للدولة بتخصيص مزيخ. كذلك اللي بنقول دور المجتمع المدني لازم انه هو يضغط على الدولة وعلى الحكومة وعلى وزارة الكهرباء بالذات ان هي توفر ميزانيات خاصة للشركة العامة للكهرباء، كذلك ان هي تخصص جانب من الدعم للمولدات يعني اللي ذوي الدخل المحدود، يعني مش معقول هي ناخذ 450 دينار شهر بنمشي ناخذ مولد ب 400 دينار يعني مع الشهر بنمشي ما عنديش استطاعه. هذول الناس يعني هم اول متضررين، كذلك عندنا الطلبه نتاعنا هذول متضررين. حلو. في بعض الآراء أو بعض الناس حكوا، احنا حكينا قبل شوية بأن في ناس مش دافع فواتير الكهرباء لها أكثر من سنة، فهل هذا في رأيكم أنتم كمجتمع مدني ليه دور ممكن يساهم في رجوع الكهرباء أو 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 احنا نقولوا ترشيد أكثر في استهلاك الكهرباء لما بدأ يخلصوا الناس في الفواتير؟ الناحية الأولى اللي قبل ما تطالبني أنا كمواطن عادي، لأن كنت تخلص الطالب مني أني أسدد فواتير استهلاك الكهرباء، طالبك أنا قبل بتصوير السيولة في المصارف بالدرجة الأولى، انتظام المرتبات بالدرجة الأولى، كذلك النظر في مرتبات في مشكلة في الصوت أستاذ حسين جوان، نعتذروا لك. نعتذروا منك أستاذ حسين جوان لأن بس كان في شوية في رداء في الصوت. نشكرك أستاذ حسين جوان، وهو منسق لمنظمات المجتمع المدني. هو حكي شوية من جانب ما نقدرش نقول حتى كمواطن، لأنه هو قريب هلبة من المواطنين فيعرف بالضبط، وأكيد يمس الموضوع يعني كمواطن ليبي أيضا. بس خلينا نقول أن الحاجات اللي نمشي الموضوع أن كيف الليبيين عرفوا تعاملوا مع الضي أو كيف أثر في حياتهم هروب الضي هيك، يعني حاليا حتى ولا في كلامنا يعني أي حد تجيب ديت تسأله يدوله كيف حالك وكيف حال العيلة وكيف حال الضي معك، يعني هذه ولا حتى في حديثنا العادي أصبح. ثاني حاجة أن لما الضي يهرب أصبح
تلاحظ يعني لو خصوص الناس اللي تسكن جيت الشط ولا حاجة زي هيك تلقاهم كلهم العائلات بدت تطلع، يعني الضي يهرب من هنا المنطقة كلها تتعبى بدو يطلعوا. عرفت معاش وقعدوا في حياتهم حتى في اللي يمشوا لأقاربهم اللي عندهم ضي. أو مثلا مرات تتصل بصديقتها أو ممكن زميلتها في الشغل تسألها عندكم ضي، تقولها مثلا احنا عندنا، تقولها با خلاص أنا جاية بنقعد عندك مثلا ساعة، يعني المواطن يبحث على أبسط الحلول عشان إنه هو في في عائلات يعني تقسم في الوقت، يعني الوقت اللي يجي عندي الضي يجي عندي والعكس. وفي طلبة نفس الشيء يقروا في حوش هذا اللي عنده ضي في الوقت هو لما ينقطع عليه يمشوا لحوش الثاني اللي هو ممكن يكون يرجع للضي. صح بالضبط. والموضوع يعني أكبر ما أن احنا ممكن يتوقع أي شخص، لأن معروف مع الكهرباء لما ينقطع الكهرباء يعني نسبة السرقة تزيد، نسبة الاختطاف يزيد، نسبة الحوادث في السيارات تزيد. يعني موضوع كبير. أنت ذكرتي العائلات تبدأ تطلع هلبة، لكن الدنيا ظلام خاصة في الصدع وخاصة في الإصاب والتغطية والإنترنت كلها مع بعضها ينضرب. خلونا نقرأ شوية من التعليقات اللي جتنا على الفيسبوك. وصلنا في خديجة البعيشي اللي قالت إن الكتب وسيلة الهروب الرسمية. زي ممكن متشابهة معاك نسرين بالضبط. يعني الواحد يقرأ، يعني معظم البنات اللي نعرفهم يعني وخصوصي اللي يحبوا القراءة الشباب والبنات يعبوا أول حاجة أول ما يجي الضي يبدوا يعبوا في اللامبة الصغيرة زي زميلنا عبد الوهاب. بالضبط بالضبط. يبدوا يعبوا هيك وتقعد عندهم ساعات طويلة ويقعد يقروا في يقروا هلبة يقروا. بالضبط. ويبدوا حتى يكملوا في كتب جديات في إنتاج قراءة الكتب من الناس اللي نعرفها بشكل كبير. يعني طلعوا عليها الكتب في الفترة هي. وهذه الوسائل الكويسة. يلا هنشوف حنان محمد تقول بصراحة. أيوة بصراحة أصبح له تأثير إيجابي علي شخصيا، لأن بعد يقص الضي لم أنا نسترخي وننفصل على كل شيء ونرقد ملء جفوني. أنا بصراحة حسسوني بأن هروب الضي إيجابي هلبة. هذه هي قدرة. أيوة بالضبط. هذه قدرة الشعب الليبي على أنه هو شوف قداش تعاقبت علينا أزمات، كيف هو الشعب الليبي يقدر يقلبها الجهة الثانية يتأقلم ويطلع منها الجانب الباهي يبي ولا ما يبيش. بالضبط هيك. حلو. احنا دائما نوضحوا بان نقولوا بان هي ازمه وفيها جانب كبير يعني مس بمواطنة الإنسان وإنسانيته، لأنه حق من حقوقه. يعني الكهرباء لما تم اختراعه أصبح من حقوق حق المواطنة، أنا عايش في مكان. ولكن ممكن لأن ليبيا تمر بأزمة صعبة فالناس من باب التقدير أو من باب إن هي بتتحمل ظروف وعارفة إن في ناس تمر بأزمات أكبر منهم، زي ما ذكرت الناس اللي هم المهجرين النازحين اللاجئين سواء خارج ليبيا أو الهجرة غير شرعية اللي قعدوا فترة في ليبيا. يعني حتى هم هادو بشر ومن غير كهرباء في مكان يعني ما يحميهمش حتى من البرد، سجون وما إلى ذلك. خلينا نقول لك يا محمد على ذكر اللاجئين، إن فعلا بدول الليبيين لما نقعمزوا مع بعضنا قبل أول ما يهرب الضي يبدو طول يفكروا فعلا باللاجئين والنازحين، يبدو يقولوا كان احنا في حياشنا هيك ما هم كيف حاسين. فبجديات تبدأ تطلع منهم الكلمة. هي في تقريبا معنا تعليق أخير. تعليق أخير من عايشة الشلادي أو شلادي تقريبا أعتقد اسمها. طبعا هي كاتبة تخوف اللي هو شحنوفوبيا، يعني طلع حتى مصطلحات. شحنوفوبيا هو ان الانسان يبدا خايف ان شحن موبايله يتم. صح. شحن الانترنت، شحن حتى اللمبة اللي هي اللي احنا نقولها اللي تنشحن بالشحن. فيبدا خايف على كل شيء، يوطي في الاضاءه بتاع الشاشه، يسكر في الواي فاي، يسكر في البلوتوث. هو في حاجه ايضا، هذه غلطه من المواطن نفسه. يعني من اول ما بدا هروب الضي لاحظنا ان في بعض المواطنين ياخذوا في خيط ضي من الشارع اللي الشارع اللي مقابلهم. ايوه بالضبط. يعني ما فيش فايده هي لانه هم طرح احمال، المفروض ان لنا نسبه الطرح تكون متساويه على الكل. بالضبط. فلما بده احنا الشارع الفلاني ياخذه ناخذ. وما تنساش ان في بعض الناس يبدا عندهم خطين، فلما يرجع الضي الاصلي الضي الاول يقعد فيبدو في لود اكثر على حوشه، وهنا هو مش عارف انه هو بروحه اصلا في خطر في اللحظه هي. هنا عنده خطين ضي. مزبوط. نقدر حتى نقول انه في ناس استفادت للاسف يعني من هروب الضي، منهم تجار هذو تجار الوطن اصلا بشكل عام، تجار استغلاليين يعني بيتاجروا بالوطن بالشكل هو. اللي هم يعني الاشخاص اللي هم عندهم احنا نقولوا قدره يجيبوا مولدات كهرباء وبيعها في ليبيا، الاشخاص اللي عندهم البطاريات الصغيرات، عرفتي البطاريات الصغيرات اللي يشحنوا بها الموبايلات الشمعات بروحها زاد حقها. فان شاء الله بس يقدروا المواطن قدر الامكان، واكيد هذا شغلهم هم كتجار، احنا نحترموه طالما انه هو في نطاق الشرع والقانون بدون اي استغلال المواطن. بالضبط. احنا ملف الكهرباء طالما قاعده الكهرباء تنقطع لمختلف المناطق الليبيه، احنا باستمرار حيكون الملف هذا قائم معنا في برنامج العشيه وحنحكوا فيه اكثر، وحيكون في ناس متخصصه باذن الله معنا الحلقات الجايه.
الأورام الحميدة أو الخبيثة من أبرز الأمراض اللي لازم يكشف عليها الإنسان مبكراً باش تساهم في علاجه. لهذا لازم يزور مجموعة من المعاهد والمراكز المختصة بالموضوع. خلونا نشوفوا هذا التقرير ونرجع. لحظات صعبة يعيشها الطبيب خلال هذه العملية، فعلاج الأورام واستئصالها من أبرز الأقسام الحيوية في قطاع الصحة. ومع تفشي الأمراض الخبيثة في ليبيا تزاحمت طوابير المرضى على هذا القسم. المعهد القومي لعلاج الأورام سبراتا هو من أبرز المعاهد في ليبيا والذي يختص بالكشف وعلاج الأورام واستئصالها. أحمد الطاهر صحفي بالمعهد اختار أن تغوص كاميرته إلى داخل غرف العمليات حتى تكون الصورة أوضح حسب تعبيره، فلربما تكون صوره لها تأثير على من يهاب الكشف المبكر لهذا المرض الخطير. أخذت عينة من الكتلة الموجودة هذه وتبين هي سرطان، ولكن غير معروف المعالم هل هي سرطان جديد أو سرطان له علاقة بالسرطان القديم. المعهد مؤهل لإجراء أغلب أنواع الاستئصال وأيضا به أقسام أخرى كالصيدلة والأشعة وغيرها، وينظم العديد من المحاضرات والدورات التي تهم طلبة ودكاترة الطب. يؤكد القائمون على المعهد القومي لعلاج الأورام أن الكشف المبكر دائما يساعد المريض والطبيب في تخطي حالة المرض إما بعلاجه أو باستئصاله. زي ما شفنا عمار في التقرير بأن دائما الكشف المبكر باستهداف يعني الأشخاص اللي يمشوا يعني المعاهد والمراكز باش لو حسوا إن في مرض خطير لربما يكشفوا عليه بكري شوية. صحيح، هي زي ما ذكرت في التقرير أن الكشف المبكر هو اللي يحمي من المرض الخطير هذا اللي هو يهدد الناس بشكل كبير. بخصوص الموضوع هذا حنستقبله أحمد الطاهر من المكتب الإعلامي بالمعهد الوطني لأورام سبراتا. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور عليكم أخي عمار وأخي محمد وشكرا للاستضافة. أهلا بك. أهلا بك، كونك صحفي في المكتب الإعلامي الخاص بالمعهد، ممكن تحكي لنا بشكل عام شن هو الشغل يشتغل فيه المعهد المتخصص بالأورام؟ نعم، المعهد القومي لعلاج الأورام في لطيف النبذة بسيطة عليه. طبعا تم تأسيسه في سنة 93 وتم العمل به إداريا طبعا في 95. يضم عدة أقسام من قسم اللواء والجراحة العيادات الخارجية، قسم الأشعة العلاجية، قسم زرع النقاع، وحدة أمراض الثدي، وقسم أمراض الدم العناية الفائقة، قسم المختبرات، مصرف الدم، قسم المناظير. المكتبة الطبية طبعا ورغبة طبعا لرياض الأطفال للموظفين طبعا. ضف إلى ذلك المطبخ وضف إلى الأقسام الإدارية بالتأكيد، إن شاء الله يكون ما ينسبش أي قسم. هل نقدر نقوله أن بدأ في وعي أو في وعي عند المواطنين بأن في ناس مثلا تجي تكشف عن الأورام بدون ما تطلع عندها أي أعراض، بس مجرد تقول أننا بندير كشف مبكر للوقاية؟ هل في ناس من النوعية هذه؟ هل في وعي نقدر نقوله في الشارع الليبي؟ نعم نتمنى ذلك، خصوصا أن هناك وحدة أمراض الثدي اللي هي بصراحة يعني بتعاون كبير مع مكتب الإعلام بالمعهد القومي لعلاج الأورام، اللي نثنوا على مجهودات بصراحة اللي دائما يسعوا لإقامة يعني المدويات والسترات بالخصوص. بس إلى ذلك الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان ما ينسوش مجهودات اللي بذلت انطلاقتهم وتأسيسهم، كانت المعهد القومي لعلاج الأورام سنة 2012 تقريبا، واللي هم سنويا في ظل شهر 10 يقوموا بهذه النشاطات في وعندهم شروط طبعا في كامل ذلك الحبيبه.
ضد الى ذلك طبعا من غير وحده امراض الثدي. طبعا محط قانون رئيس الاورام بصدراته في بفترات طويله كان يقوم بمؤتمرات علميه الصيفيه والتوعويه سواء داخل المعهد او خارجها. طبعا الوضع الازمه الماديه اللي حالت طبعا في علينا في بلادها مثل اي مدينه في ليبيا طبعا سنه 2015 اللي هي حاله وخلدت من هذه المحاضرات، لكن استمروا عده اقسام بانشاء مطويات وتصميمها بالتعاون معنا بارك الله فيهم وإن شاء الله. حلو، بخصوص الموضوع هذا بخصوص التوعية والدورات اللي تقدموا فيها والندوات، يعني كيف تستهدفوا في الناس؟ يعني هل تستهدفوا فيهم من خلال مطويات على سياراتهم منازلهم، أو هي عبارة عن حلقات نقاش تقوموا فيها بداخل المعهد؟ نعم، هي أكيد في مؤتمرات علمية تقام سنويا بالخصوص يشرف عليها وينظمها المعهد سواء كان المشاركين او هم المنظمين بنخبه بوجود نخبه من الاطباء بالخصوص يحكوا عن تفاصيل المرض ويوعوا المريضات بالذات اللي هو عفوا الله واياكم المريضات ويعني الاشخاص اللي انصابوا من هذا المرض هو سرطان ثدي عفوا الله واياكم، يعني يعطوا فكره متكامله عليه، وانها اذا كانت اكتشفت اي شيء غريب تتوجه لاقرب عياده بالخصوص، وانها تكشف، لان في الكشف المبكر بالتاكيد يحل عده مشاكل. وطبعا المعهد للاسف الفتره الاخيره في انقطاع لبعض الجرعات العلاجيه المكمله للعلاج الكيماوي، وايضا العلاج الكيماوي يصل متقطع للاسف من قبل الامداد الطبي، وهذا يعني يسبب في عطلة كبيرة. يعني يقول احنا بالليبي نحتاج المريض تقول له عندك ورم مسابقه يتخليه يتكفل بالجرعات اللي هي حقها، يعني ثمنها كبير وضاغط جدا من 1000 دينار توصل 5000، يعني شكل مأساوي. فهذه احد العراقيل اللي واجهها مثل ذلك قسم الاشعه العلاجيه، يعني وبدور يعني ننتهز الفرصه نشد وزارة الصحة بالخصوص تساعد الجهاز والجدي بتوفير جهاز المعزل الخطي، هذا الجهاز اللي يحتاجه قسم العلاج الأشعة العلاجية. للأسف أيضا قسم الأشعة التشخيصية هو أيضا ينقص بعض الأفلام التصوير. سيد أحمد، سيد أحمد، بما أنك حكيت على التشخيص في الوقت الحالي في الدول المتحضرة أو اللي الطب فيها متحضر بدي يتم الكشف المبكر، اللي هو حتى من قبل حتى ما يكون عندك خلايا سرطانية، يقولك شو نسبة أنه ممكن تصاب بالخلايا السرطانية أو ممكن يكون عندك سرطان في مرحلة ما من العمر، يعطيك حتى بالنسبة. فهل الآلية هذه للتشخيص الحديثة موجودة في المعهد هذا عندكم ولا مش موجودة؟ نعم طبعا بهالخصوص اكيد في ناس مختصه اكثر في هالموضوع، لكن احنا يكفينا ان الحاله تجيش المرحله الاولى فقط، يكفينا ان تجيش المرحله الاولى، خصوصا ان العديد من الحالات تجي في مراحل متقدمه يعني المرحله الثالثه، مما يجبر الطبيب ومتاسف الاتصال ذاك العضو للاسف، لانها جاءت في فتره متقدمه جدا، يعني المفروض يعني هو في حال المرحله الاولى، لو كان في المرحله الاولى اكيد كان تم علاجه وتم اتصال الجزئيه البسيطه اللي هي الكتله الموجوده. لا ربما اذا كان الشارع العام وصل لثقافه انه ينقل للمرحله الاولى بالتاكيد، لما لا يتطور الموضوع ويتم جلب تلك الاجهزه بالتاكيد. ما استاذ احمد القسم انه يكون مرحله اولى على الاقل. استاذ احمد، احنا نعرف بان المواطن الليبي ممكن يثق بالعيادات الموجوده خارج ليبيا اكثر من العيادات الموجوده في ليبيا، خصوصا في مساله مرض خطير زي السرطان والاورام الخبيثه. يعني وين يجي هنا دور مكتب الاعلامي زي مكتبكم انتم في هذا المعهد، انه يوعي الناس الليبيين بان هذا المعهد بامكانه ان هو يوفر خدمات مماثله للخدمات الموجوده خارج ليبيا؟ نعم للاسف طبعا الاعلام يقولوا بصفه عامه للاسف في ليبيا يهتم بالشؤون السياسيه بصفه عامه، ولاحظنا
يعني الا قليل من القنوات اللي تهتم بالجانب الطبي وتسعى في نفس الوعي التثقيف من هذا الجانب. مكتب الاعلام يعني في هذا الاطار متواجد، لكن شو بقول لك يعني كمكتب صعب انه يغطي كل شيء، لكن مع هذا نديروا في محاولات ان نحاولوا ننشر الوعي بقدر الامكان مع مرض التنوع والبعض اللي نتفاعل معهم بشكل ايجابي اكثر، ونحاولوا ان زي ما قلت يكون في توعيه اكثر واكثر واكثر. نعم، والوضع طبعا العام للبلاد ما يسمحش ان يتجولوا او نعطوا محاضرات في بعض المدن. طبعا في سنه 2014 يعني زرنا كان في مؤتمر علمي في مدينه سرت، وكانت لهم صعوبه في الظروف شويه، لكن ما كانوا معنا دكتورات ودكاتره وتقدموا في جامعه سرت، وكان في مؤتمر وندوه علميه كبيره. تعقيبا على سؤال زميلي محمد، طيب احنا نعرف ان في هالعمليات نجحت عمليات كبيره، لكن هل ممكن انت مثلا في الوقت الحالي تذكرنا من اكبر العمليات اللي مثلا اللي ممكن تطمن الناس ان احنا عندنا مستوى متقدم من الطب في المكان هذا، عمليات كبيره نجحت في تخصص الاورام بالتحديد؟ نعم نعم، هناك عده عمليات، منها استئصال البولون عفانا الله واياكم، استئصال يعني واستئصال الثدي وعده عمليات زي ما قلت لك يعني وسبقت الذكر، ان للاسف ان الحالات دي في حالات متقدمه، ولنقص الوعي لنحاول قدر الامكان جاهدا ان ننشر الوعي، خصوصا ان بعض الحالات يعني نقول احنا اللي بتتحسن من ان تعرض نفسها على دكتوره او تخاف من جراثيم الكيماوي اللي هي تسقط الشعر وما الى ذلك. هي مش دائما سقوط الشعر ليس دائما في العلاج، بس الى ذلك ان هذا حيفك لها عناء تعب كبير، وطبعا من اللي يترتب عليه استئصال وما غيره. ضد ذلك المعهد القومي لهجرة الأورام في السنة الماضية استقبل فريق طب نمساوي، طبي طبعا سنة 2014 و2015، فريق طبي يتم تعويض يعني الثدي بمادة السيليكون وما إلى ذلك. العملية هذه تكون مكلفة في العادة في خارج ليبيا، طبعا المعهد القومي يحاول قدر الامكان جلب هذا الطاقم الطبي لتعويض ما فقدته تلك السيدة. ممتاز. باي استاذ احمد، يعني هذا النجاح اكيد هو معتمد على مجموعه من الاشياء ومنها الطاقم الطبي. لو جينا نتكلم على الطاقم الطبي، نعرف بان الاطقم الاجنبيه شبه غادرت من ليبيا، فاحكينا عن الطاقم الطبي اليوم الموجود في المعهد، هل كله ليبي وشو نوع الكفاءات الموجوده فيه؟ نعم انت صرخت بالذكر، طبعا خاصة في غرفة العمليات طبعا بنسبة يعني 95% نقول لك طاقم طبي ليبي، خصوصا الجراحين كلهم ليبيين، الا في التمريض هناك بعض الاطباء الفلبينيين، واللي مجموعة منهم غادرت لإلهي اوضاع يعني الامنية في المنطقة، بل لصعوبة العملة وغلاء يعني بالنسبة للعملة وصعوبة التحويل الأموال للبنان، خصوصا أن العائلات هناك يعتمدوا على الإيراد اللي يزعل من الأطباء الموجودين في ليبيا. فالطاقم الطبي للأمانة، الطاقم الطبي الليبي متواجد بحد قبل الأورام يعني في سواء المستشفى التعليمي أو الجهات الصحية طبعا بالمنطقه للامانه، الطاقم الطبيه في الغالب اثبتت جدارتها في ظل عدم توفر يعني الاطباء الاجانب بالخصوص. حلو. طيب حنسالوك على الجانب التدريبي، احنا شفنا في التقرير ان المعهد هذا يتم التدريب فيه حتى طلبه كليه الطب البشري، احكي لنا على الجانب التدريبي اكثر. نعم، طلبة الامتياز يكونوا متواجدين طبعا بالتنسيق مع إدارة المعهد القومي للأورام للتواجد في غرف العمليات، وطبعا واتباع خطوات السلامة التامة والتعقيم التام، وزي ما شفتوني أنا في الصورة لابس نفسه بالضبط، يعني ضروري منها الإجراءات هذه خوفا على سلامته وسلامة المريض. يكون هنا الطلبة متواجدين في العمليات ويشوفوا كل شيء دامهم، ضف إلى ذلك تواجدهم في الأقسام الثانية في قسم الأنسجة، قسم أمراض الدم،
كله في تخصصه يتم طبعا سواء فني تكبير او طلبه الامتياز في كل تخصص للاستعانه بشخص مختص واللي هو موجود في العمليات ويعطيهم بعض الملاحظات ويعني كتدريب يعني عملي هم فقط يتواجدوا ويشوفوا كيف اليه سير العمل وفي كل الاقسام اللي أستاذ أحمد يعني أستاذ أحمد يعني أعتقد بأن شغل المعهد كان واضح جدا من خلال تصويرك أو من الشغل الموجود في المكتب الإعلامي بأن في شغل ممتاز داخل المعهد لتطوير هذا العمل ولحنا نقوله باش تتوسع الرقعة أكثر خارج مدينة صبراتة عفوا وبيجوا مرضى أكثر أكيد في نواقص موجودة في هذا المعهد ومستلزمات وأشياء ممكن تنقص هذا المعهد لو توضحهم اليوم من خلال برنامج العشية. بالتأكيد زي ما أسألت ذكر طبعا الجرعات الكيماوية للأسف واللي هي ثمنها مكلف واللي صعب أن المحل يتكفل بشرائها طبعا المحل يتكفل بشراء بعض المحاليل الطبية المصاحبة أو المحاليل اللي هي يقدروا أنهم يوفرها وأن المحل طبعا فتح باب التبرع لهذا الخصوص. جرعات الكيماوي طبعا هذه توصل بفترات متقطعه، ضف الى ذلك جهاز المعسكر الخطي الذي لا نعلم لماذا لم يصل لقسم الاشعه العلاجيه مش مناسب وزاره الصحه بهالخصوص، ضف الى ذلك قسم الاشعه التشخيصيه ايضا ونقص افلام التصوير. طبعا ومن خلال هذه النواقص يعني هل انتم ناشدتوا يعني المكتب البلدي صبراتة او الجهات الداعمه سواء المجتمع المدني ولا تحفظتوا بالنواقص يعني في ذكرها وخلاص؟ نعم ربما المجلس البلدي لا نجد على كعيره وايضا لا يملك الميزانيه الكافيه لتوفير الأشياء اللي ممكن أضبط منها يعني مهمة، لكن هذه جرعات كيماوية غالية يعني غالية الثمن لا يستطيع من كمجلس بلدي التكافل بهذه خصوصا أن المجلس البلدي يحاول يغطي المدينة ككل يضطر المعهد أن الشراء أو على كفالات الخاصة شراء محاليل وطبعا في فترات متقطعة زي ما قلنا محاليل شيء شديد جدا خصوصا ان العمليات لما تكون حاله طبعا اي حاله بتعالج ضروري تتوجه للتحاليل، التحاليل هذه في الغالب تطلب منهم وللاسف انهم يديروها خارج المعهد مما يرجح ان الدكتور غير يعني ما يثقش جدا في صحه تلك النتائج ربما لسوء تخزين او ما الى ذلك في بعض العيادات الخاصه فهذا يزيد جهد على المريض ويزيد في نفس الوقت قلة جودة العمل للمضطرين لاستلام تلك السيد أحمد اللي هي نتيجة طالعة من العيادة سيد أحمد في الأخير ديما نقول أن المرض هذا قد ما هو خطير قد ما هو في البداية يكون سهل علاجه نبيك توجه رسالة لكل ممكن الناس اللي قاعدة تتابع فينا أنك تشجعهم على أن الكشوفات أو تقول لهم كيف أن الكشف المبكر يساهم بشكل كبير بأن الإنسان يتعالج من المرض هذا مش بسهولة ولكن بأسهل من الطرق اللي ما يتوغل فيه المرض أكثر وأكثر خاصة أن السرطان مرض منتشر في ليبيا نعم نوجه رسالتي لكل المتابعين وكل المواطنين انهم يتوجهوا لمحطه الدوران في حال اشتباه وجود اي كتله ما في اي عضو في الجسم عدم التردد التوجه مباشره العلاج في المراحل الاولى سهل جدا نقدر نقول مقارنه بالعلاج في المراحل المتقدمه قلنا الكشف المبكر في سواء وحده امراض الثدي او في الحالات الثانيه يتم الكشف من ضمن طبيبات مختصات بهالامر استاذ احمد استاذ احمد في الوقت هناك رقم هاتف لوحده امراض الثدي ان شاء الله على صفحه معهد طب العلاج الاورام صبراتة واللي هم يقدروا يتواصلوا مباشرة بينهم وبين الطبيبة واللي هي توضح لهم كيفية توجهه وين يتوجهوا بالتحديد طبعا هو المعهد القومي للأورام طبعا المعهد القومي للأورام يغطي رقعة جغرافية كبيرة يعني هو في الدول أول معهد قومي للعلاج الأورام تأسس في ليبيا واللي هو
أستاذ أحمد الطاهر طبعا نشكرك جدا لهالمعلومات هذه اللي أضفتهم، وفي نفس الوقت يعني نتمنى لكم التوفيق سواء كمعهد لاستئصال الأورام بشكل عام أو كمكتب إعلامي لي، وأنت كصحفي موجود غادي شغلكم موفقين فيه. تحياتنا. شكرا. شكرا أستاذ أحمد الطاهر. شكراً. تحياتنا إلى اللقاء. يعني الموضوع ممكن كبير هلبة، ما هيش مسألة بأنك أنت ماشي بتكشف على أسنانك كل ستة شهور زي ما احنا نقوله بأن لربما عندك تسوس. المسألة متعلقة بمرض خطير، ممكن أخطر الأمراض الموجودة في العالم عمار، ومرض السرطان. يعني أنك أنت تكشف مبكرا حيساهم بشكل نقدر نقوله 90% من العلاج. زي ما سمعنا أو زي الكلام اللي قاله لنا الأستاذ أحمد الطاهر، أن أهم النقاط اللي هو يتكلم عليها أبرزها وأهمها هي أن الكشف المبكر كيف أنه يساهم بشكل كبير أن الإنسان يتعالج أحسن ما يقعد في مراحل متقدمة ويعاني من الناحية المادية وحتى من الناحية الألم وما إلى ذلك، والعائلة كلها تبدأ تعبانة معاه. فديما حاولوا أن الإنسان أول ما يحس بأي وعكة صحية ما يترددش ويمشي يكشف وما يستهينش بالموضوع لأحسن ما يندم القدام. الموضوع الثاني حكي أن المركز بتطور وفسط أجهزة، وتمت فيه عمليات كبيرة ويعني خطيرة زي ما يقولوا ونجحت. فلهذا مش لازم الإنسان ديما يلجأ للطب الخارج. صحيح إحنا ممكن تكون في عناية أكثر من نكروش في بعض الدول مش في كل الدول، ولكن أيضا عندنا مراكز مستواها لا بأس تعتبر زي ما هو قال، وإن هي تقدر تقوم حتى بأخطر العمليات الخاصة بمرض السرطان. مزبوط عمار، بنوجهه حتى هذه الرسالة هذه مش بس للنساء الليبيات بل حتى الرجال الأطفال أي شخص موجود في ليبيا، لأن هذا المرض يصيب الجميع يعني بدون استثناء أي عمر. صحيح. بدون استثناء أي جنس وما إلى ذلك. خلونا عمار ناخذ فاصل بعدها نرجع. يلا. زي ما نقوله في كل حلقاتنا، لكل من عنده فكرة قصة موهبة رسالة أكيد يبعثها على إيميل البرنامج. لهذا شاب عنده موهبة حاب يعرضها من خلال برنامج العشية. خلونا نتابع هذه الأغنية وبعدها نحكم معه.
خلونا نرحبوا عمار بخصوص هذا الموضوع. الفنان فنان الأغنية اللي قبل شوية اللي هو رامي شوارف. مرحبتين رامي. زي ما نقولوا ديما محمد إن برنامج العشية باب مفتوح لكل الناس اللي حابة تتواصل معنا وحابة تعرض أعمالها عن طريق البرنامج، وبخصوص أكيد العمل اللي كل الناس معه فيه اللي هو نبو لمان ونبو جيش، الفنان رامي الشوارف. أهلا بك في برنامج العشية فنان رامي، تسمع فينا؟ الباين في مشكلة في الصوت، حنحاول نعاوده له من جديد. ممكن الفن الشعبي هذا اللي نعتبروها عمار، ممكن أول تجربة هذه ليها رامي، واللي هي يعتبر المرسكاوي اللي من ضمن الفن الشعبي الليبي بصفة عامة. ممكن هو تقدر أكثر شيء يمس شريحة الشباب يعني اللي يحبوا الأغاني الشعبية. عمار بالضبط، هو حتى كلمات تحسها شوية أو مش شوية، هي كلمات وطنية، يطالب بأمان وجيش واخدين اللون اللي هو المرسكاوي اللي هو عنده جمهور كبير في ليبيا وتاريخ الفن المرسكاوي عريق، يعتبر من الفنون الليبية الشعبية. أيضا زي ما قلنا كلمات الأغنية تحكي إن هو كيف إن هو يبي أمان ويبي جيش، لأن كده بوجود جيش حيكون في أمان في ليبيا مستقبلا. مزبوط مزبوط عمار. والفكرة في الموضوع إنه كاتب، رسام، هيب هوب، راب، مذيع، طالب، الكل عنده رسالة، الكل عنده فكرة حاب يوصلها بطريقته، ولربما أحيان فنان الراب أو فنان الهيب هوب يوصل رسالته أكثر من سياسي أو كاتب معروف. بالطبع. نأخذ معنا رامي الشويريف الشويرف الشويرف عفوا. مساء الخير رامي. مساء النور سعد، كيف الحال؟ شنو أمورك؟ أهلا وسهلا بك في برنامج العشية. أهلا بكم، شنو أمورك؟ في الأول أبغى أسألوك، يعني أعتقد بأن هذا أول عمل نقوله متكامل اللي هو بالفيديو كليب وبالتوزيع وبالإخراج بكل شيء، اخترت المرسكاوي واخترت الفن الشعبي، ليش؟ والله اخترت المرسكاوي الفن الشعبي، إني أول حاجة اخترت الأعمال الوطنية قبل كل شيء، والأعمال الوطنية اللي دعمتني المرسكاوي الفن الشعبي الليبي كمان، لأن أغلب الأحيان هو أن البرنامج الفن ضروري ينزل وضيف اللقاء متاعك بتاع الشعبي اللي هو الليبي، لما تنتج انت وتكون عندك جمهور في ليبيا بتكون عندك جمهور حتى في الوطن العربي. حلو. طيب احنا في الفتره اللي فاتت مثلا شفنا نهضه في 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 في, في الراب، في الهيب هوب، في ايضا نقدر نقول وحتى في الناس اللي تغني باللغه الانجليزيه بدون طبعا الليبي اللي هو العادي، لكن المرسكاوي لاحظنا في الفتره الاخيره ان في شح في الاعمال هي، صح؟ اكيد، اللي هو الشعب الليبي اغلب الحياه يسمع في المرسكاوي، ما يسمعش في الراب، يسمع في الاشياء الثانيه، عارف يعني 90% يسمع في الاعمال الشعبيه. ايه كويس. يعني انت رامي، يعني في رايك اي فئه من الفئات اللي موجوده في ليبيا اللي ممكن لو حاب توصل رساله زي الاغنيه هذه حتوصلهم بسرعه، اي فئه ممكن يسمعوا لهذا الفن بالتحديد؟ والله الفن هو فن مرسكاوي، هذا يسمع العمر حتى من 40 سنه، من 40 50 سنه يسمع الفن هو المرسكاوي الليبي، من عمر 18 سنه يسمع الى 50 55. حلو حلو. طيب هل ممكن نشوفوا مثلا تحديثات على الفن المرسكاوي؟ هل نشوفوا دمج مع فنون ثانيه؟ يعني مثلا احنا شفنا اغاني ليبيه خشت معها كلمات باللغه الانجليزيه، مثلا هيب هوب اللي هو دمج بين البوب والراب، هل ممكن نشوفوا مثلا دمج مع المرسكاوي حاجه شبابيه حديثه او تحديث فيه ان هو يواكب الموسيقى الحديثه؟ والله احنا نتمنى المرسكاوي يوصل حتى للوطن العربي، والاشياء هذا اللي تحكي عليها انت شخصيا اللي هو دماغ الايقاع الغربي والايقاع المرسكاوي الليبي، فهمت؟ يعني نتمنى شخصيا، فهمت؟ لكن ما فيش دعم، ما فيش كذا، لان كيف يحصل صوت الاشياء هذه. على سيرة الدعم، أنت اللي ذكرتها قبل شوية، كيف صعب اليوم الموهبة الليبية أنها تلاقي فرصة، تلاقي استوديو، تلاقي كاتب مناسب، تلاقي بادجت أو إحنا نقوله فلوس باش أن هم يشتغلوا عمل متكامل؟ أحكي لنا على الصعوبة هذه. والله ما أقول لك، يعني تعتبر الفن هذا، الفن الراب اللي تحكي عليه أنت شخصيا والفن المرسكاوي، يعتبر يدي ملحنين كبار، مش ملحنين من الشباب الكبيره، هذا لانه هو يعتبر بالايقاع. هذا من ناحيه الالحان انت قلت، بس نحكي احنا على الدعم الثاني، مثلا الدعم الانتاج بصفه عامه، الانتاجي، شركات الانتاج، هل في شركات انتاج تدعم في الوقت الحالي بفن المرسكاوي؟ هل في ترحيب من قبل شركات الانتاج انك تجيب عمل مرسكاوي يقولوا لك ننتجه لك؟
هو في هو شركات اغلب الاحيان ما فيش شريده شركات اللي تحت الان تنتج ما فيش بكره كمان كل مجهود ذاتي من الفنانين ومجهود ذاتي من الملحنين والمهندسين صوت عرفت يعني ما عندناش شركات انتاج يعني كيف يدعموا الفنانين حتى كل العرب حلو طيب لو حكينا على الأغنية اللي شفناها قبل شوية اللي هي نبنو جيش لو نحكي عليها شوية يعني وين تسجلت وين اشتغلتوها تعاونت مع مني فيها كيف أشرفتوا عليها وهل كانت من إنتاجك الخاص؟ هي كانت بالضبط كانت إنتاجي الخاص محمد ايه؟ وبعدين صدقت الأحمر ورئيسة العامة هي اللي دعمتني في شيء العمل للجيش ايه؟ فطعنيات للجيش في طيب فنان رامي لو عندك أي رسالة حاب توجهها من برنامج العشية تفضل الهواء مفتوح ليك والله نتمنى من القناة الليبية أن يتحدوا مع بعض ودعم الفنانين لأن هي لسه يقدر يوصل الرسالة بتاعها للمواطن بأي وسيلة من الوسائل عرفت والناس والشعب الليبي بالكامل مستريح للفنانين حتى من سياسي ولا دكتور ولا طيار أو حربي أو رياضي لأنه هو الفنان هو اللي بيخش لمشاعر البشر عرفت يعني في ملخص أخير رامي هل نقدر نقوله الفنان اليوم أو الموهبة أي شخص موجود في ليبيا لها عنده موهبة وعنده فكرة وعنده شيء ليه دور مهم في فترة الحرب اللي تمر بها ليبيا هو ليه دور هلبة بليبيات لأن الدور هذا دور يعتبر دور حساس نحن اللي توا عايش في الوطن الجديد من يعتبر الحالة حساسة بليبيات مفروض يدعم الفنانين قبل أي جهة من جهات عارفة لأن الفنان هو اللي يهدي النفوس هو الفن اللي يعطي للمواطن اللي يعطي للناس اللي في جبهة اللي يعطي للجيش بناء الدولة والمؤسسات والمحافظة عليها لكل غنائي في أعمدة موسيقية أو أعمدة في الفن يعني مثلا لو نشوفوا المرسكاوي في ليبيا من أعمدة الفن المرسكاوي اللي أنت مثلا ماشي عليه خطاهم أو أنت تربيت عليه موسيقتهم أو تأثرت بهم وخلتك تتجه للمجال هذا أو اللون هذا والله يعني نقول لك هو يعني عبد الله عز وجل نشكر الأستاذ الشاعر محمد القاسم هو اللي دعمني في الوسط الفني وأصدقائي طبعا هو أحمد السوفي وصديقي أيمن الحمادي هم الشباب اللي كنا مع بعض إن شاء الله حلو رامي شويرف نشكرك على وجودك معنا اليوم في برنامج العشية وموفق إن شاء الله في شغلك شكرا بارك الله فيك شكرا تحياتنا إلى اللقاء ديما نذكر في برنامج العشير وعندكم فكرة قصة قضية أو موهبة حابين تشاركوها على البرنامج تبعتوها على إيميله اللي هو عشية@218tv.net واللي من خلاله احنا حنتواصلوا معاكم رقم تليفونكم وأكيد حنديروا لكم فقرة خاصة بكم أنتم باش تحكونا على أفكاركم قصصكم ورسائلكم طبعا اليوم نذكركم في شن حيكون فيه اليوم هو يوم الاثنين حيكون في برنامج الرياضة جيم لكل عشاق الرياضة بصفة عامة أكيد تابعوها مع علي البوسيفي مهند نجم وإبراهيم الحوتي فريق رياضة في قناة 218 من لكم مشاهدة طيبة اليوم أكيد زي ما دائما نقوله لو حابين تتواصلوا مع قناة 218 تقدروا عبر موقع القناة اللي هو 218tv.net أو عبر تيليجرام فيسبوك تويتر يوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ديما عمار نقوله في الأخير ملخص سريع شن أبرز الفقرات اللي كانت عندنا اليوم وشن تعليقاتنا من خلالها اليوم كان عندنا مجموعة كبيرة من قضايا اللي تمس الناس أول حاجة بديناها في الأخبار المدنية محمد اللي صارت في مختلف المناطق من التطعيمات جرعة التطعيمات إلى زي ما نقوله انقطاع الكهرباء المستمر لساعات طويلة في مختلف المناطق الليبية واخذنا فقرة كاملة على الموضوع هذا مزبوط. في عندنا أيضا مهرجان تراثي ثقافي كان في مدينة غات في منطقة بركت طبعا كان من أروع المشاهد اللي شفناها في حلقة اليوم اللي هي معبية جمال وألوان من الجنوب الليبي مزبوط عمار وحكينا أيضا على المعهد الوطني لمكافحة أو استئصال الأورام الموجودة في مدينة صبراتة وحكينا بخصوص كيف ممكن يكشف الإنسان مبكر بخصوص هذا المرض الخبيث في نفس الوقت دائما نقوله بأن مشوار برنامج العشية متواصل معكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 5 لحد الساعة 7 من خلالكم أنتوا وأكيد من خلال فريق البرنامج نشكر كل أكيد من كان معنا من العاملين في البرنامج والمشاهدين بالتأكيد ونقول لكم في كل نهاية حلقة تيم نسيوين إلى اللقاء ونتلاقوا بكرة إن شاء الله